حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحاب بئر ماعونه ثلاثين غداة على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله قال انس: انزل في الذين قتلوا ببئر ماعونه قران قراناه ثم نسخ بعده بلغوا قومنا ان قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه